سلام يا صبايا، كنت منزلة بالماضي الرز والملفوف بالبيض المسلوق والبسطرمة، للأسف بس باللغة الألمانية. اليوم حضرت مخصوص لمتابعيني العرب باللغة العربية الرز والملفوف بالخضروات بطريقة تانية. حبيباتي، إذا عجبكم الفيديو مع الوصفة ادعموا قناتي بلايك أو حتى بتعليق. يلا يا صبايا، تعالوا نروح التحضير وبالتوفيق. حضرت عدة أصناف من الخضروات مثل البطاطا يلي مغسولة ومفرومة مكعبات، ونفس الشيء الجزر الفريش مغسول ومفروم. جانب البطاطا والجزر الفريش غسلت علبة ذرة وجهزتها بالكاسة مع البازيلا المفرزة. بقلي أول شيء البصل المفروم مع شوي من الزيت النباتي ليدبل البصل عندي، وكل صنف من الخضروات يلي موجودة عندي بتاخد فترة الاستواء مختلفة عن صنف التاني. لهالسبب من بعد ما يدبل البصل بفضل نزل أول شي الجزر وبقلب الجزر مع البصل. بعد منها بغطي المقلة بالغطا وبنزل الحرارة على درجة الحرارة المتوسطة. بعد فترة 5 دقايق بنزل البطاطا وكمان بقلبن مع الجزر والبصل، وبرجع بغطي المقلة. كمان بتتراوح الفترة بين 5 دقايق ل6 دقايق، والنار عندي ثابتة على درجة الحرارة المتوسطة. بعد هيدي الفترة بنزل البازيلا المفرزة مع علبة الذرة يلي طبعا مغسولة، وبرجع بقلب الخضروات كتير منيح مع بعض. وأخيرا بملح المكونات وبضيف الماجي يلي هو بشكل البودرة. وبقلب بالخضروات مع الماجي والملح ليندمجوا كتير منيح مع بعض. ولآخر مرة برجع بغطي طواية بالغطا ليجمع البخار وتستوي الخضرة استوى كامل، والفترة كمان بتتراوح بين 5 دقايق ل6 دقايق. بعد هيدي الفترة بدوق وبشوف انه ناقصها شوية ملح، برجع بعدل الخضرة برشة ملح ورشة من البهار الأبيض، ويلي بحب في يضيف بهار الأسود. طبعا برجع بقلب الخضرة ليصيروا كلهم مدموجين مع بعض، وبشيل منهم حسب الطلب تقريبا شي صحن لحشوة اللحمة. وعبال ما تبرد الخضرة يلي حكون بالصحن بجهز لحم المفروم. وبضيف على لحم المفروم البصل المهروس، البيض، البقسماط، البهارات والملح، وبعجنهم منيح مع بعض. ضروري يكون البصل مهروس مش مفروم ليعطي طراوي للحمة. ويلي بحب في يهرس قليل من البقدونس على المكسر ويضيفها على اللحمة، بتزيد اللحمة طراوي وطعم. محضرة 1.5 كيلو من اللحم المفروم، بقسم الكمية بالنص. أول نص جهزته ولفيته وناطر بالصينية، وتاني نص من اللحم المفروم بشكله ككرة وبملس الكرة، وبعد منها بحط الكرة على ورق الزبدة وبضغط الكرة شوي خفيف بالإيد. بعد منها بحط النايلون على اللحمة وبفرد اللحمة على شكل المستطيل لسمك سنتي. لحتى لحم المفروم ما يفسخ بالفرن الأفضل إنه ما تكون أرقى من سماكة السنتي، يعني هيك سماكة سنتي كتير منيح. صار فيني أكشف على اللحمة وأسحب النايلون وبوزع الخضروات على عرض اللحمة، وبترك على الأطراف تقريبا شي سنتي فراغ. لحتى الخضرة ما تزحت أنا وعم لف اللحم المفروم بفضل إني أطبق الأطراف على الخضرة. وبمساعدة الورق الزبدة بلف لحم المفروم، بعلي ورق الزبدة وبطبق اللحم على الخضرة.
وبأثناء اللف بحاول أضغط الخضرة على اللحمة لحتى الخضرة ما تزحط لبرا. وبعد اللف بضغط اللحم شوي خفيف على الخضرة وبملس اللحم، وبالأخص على الأطراف بتأكد إنه كله مسكر ومتساوي. بنقل لفة لحم المفروم مع ورق الزبدة وبسقطها جانب أول لفة، وبأي وسيلة عندي بالمطبخ بحاول أدفش اللحم الرول بانتباه لحتى أسحب ورق الزبدة. وبهالأثناء بعير الفرن على درجة الحرارة 200 والسخونة تكون من فوق وتحت. وجانب الرولات بضيف كل الخضروات يلي حفظتها على جنب، وبوزع الخضرة بهيدا الشكل. وبهيدا المحل يلي بيرغب فيه يضيف ما بين الخضروات واللحم عودين قرفة أو قليل من ورق الغار وقليل من حب الهيل أو قليل من حبل القرنفل. والخطوة يلي بعدها بحضر لتر مي وبضيف الملح وقليل من البهار الأبيض وبدوبهم مع بعض، وبنزل تقريبا نص لتر من مي والملح على الخضروات، نص التاني من مي والملح عايزيته لبعدين. وطبعا بهالأثناء عم يسخن الفرن. ولحتى اللحمة تحفظ تراوتها بالفرن بفضل اني غطي الصينية بالسانيتا وبشك عدة مرات على سطح السانيتا بعود خشب او بسكين. ومثل ما حكيت من قبل لازم يكون الفرن حامي سابقا على درجة الحرارة 200 والسخونة تكون من فوق ومن تحت، وبحط الصينية من الأسفل بالفرن لمدة 40 دقيقة. بعد 40 دقيقة بشيل الصينية من الفرن وبفك السانيتا عن الصينية وبرجع برجع الصينية على الأسفل بالفرن، وبكمل خبز الرولات لربع ساعة أو للماكسيموم تلت ساعة بس ليعطيني لون خفيف. بعد هيدي الفترة بشيل الصينية من الفرن وبيظهر لون خفيف على سطح الرولات. مثل ما شايفين في محل على سطح الرول صار في تشقق، والسبب هو أنا وعم بفرد اللحمة كان في منطقة معينة كانت كتير رقيقة وما حسيت عليها، لهالسبب ما تخلوا كتير اللحم رقيق. المرق يلي باقي بالصينية بدي اكسبه وقدمه كصوص جانب اللحم والخضروات. وبصفي أول شي المرق على أنعم مصفاية عندي، وبضيف عليهم من المي والملح يلي باقي عندي وحفظتها من شوي، وبحط عليهم مكعب ماجي أو معلقة صغيرة كمان بصير. ومجهزة جانب مني كاسة صغيرة فيها 3 معالق صغار من النشا يلي دوبتهم قليل مع المي الباردة. أنا شخصياً ما برغب الدهن يلي بيسبح على وش المرق أو على وش الأكل، بفضل إني أتخلص منه قبل ما نزل النشا. وبس أتخلص من الدهن يلي عم بيسبح على سطح المرق أضيف النشا يلي حضرتها من السابق ودوبتها مع المي الباردة. يلي بحب فيه طيب مرق اللحمة مع قليل من ورق الغار، وبترك النشا يغلي مع المرق للحظات صغيرة وبصير عنا الصوص جاهز للتقديم. والأفضل تتقدم رولات اللحم يلي ملفوفة بالخضروات مع الرز، وهيك بصير عنا وجبة غنية وكاملة بالفيتامينات والبروتئين. حبيباتي وصلنا لآخر التحضير، بتمنى هيدا الفيديو نال إعجابكم، بتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع وصفات إم علي.